وزعت واشنطن مشروع قرار معدل للمره الثانيه بمجلس الامن بشان الاقتراح الجديد لوقف اطلاق النار في غزه. واوضحت مصادر دبلوماسيه ان مشروع القرار الامريكي المعدل يرحب باقتراح الرئيس الامريكي جو بايدن لوقف اطلاق النار والذي اعلن عنه اواخر مايو الماضي. في وقت تتعرض فيه الولايات المتحدة لانتقادات واسعة لعرقلتها مشاريع قرارات عدة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة، يأتي تصويت مجلس الأمن الدولي بطلب من واشنطن على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى أن تلتزم من دون تأخير بتطبيق مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، مقترح كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية مايو الماضي، قال إنه إسرائيلي ويمتد على ثلاث مراحل. مدة كل منها حوالي أربعين يوما للانتقال من وقف مؤقت لإطلاق النار إلى سلام دائم في غزة تشمل المرحلة الأولى من المقترح وقف إطلاق نار فوري وكامل وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وتبادل الأسرى الفلسطينيين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة ودخول المساعدات الإنسانية ووفقا للنص إذا استغرق تنفيذ المرحلة الأولى أكثر من ستة أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيت واصل طالما استمرت المفاوضات، وبحسب مصادر دبلوماسيه فإن عددا من أعضاء مجلس الأمن أبدوا تحفظات شديده على النسختين السابقتين للنص الأمريكي، خصوصا الجزائر التي تمثل المجموعه العربيه بالمجلس وروسيا التي تتمتع بحق الفيتو، وبين هذا وذاك تظهر إحدى الفجوات الرئيسيه بين حماس وإسرائيل حول الخطه في مده وقف إطلاق النار والدور المستقبلي لحماس، حيث تطالب الحركه بنص واضح مرفق بضمانات الامريكيه بشان الوقف التام للحرب والانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزه، في المقابل تواجه هذه الخطه اعتراضا اسرائيليا، اذ يصمم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادته المتطرفون على مواصله الحرب حتى القضاء تماما على حماس، في حجه واهيه لاطاله امد الحرب واطاله بقائهم في السلطه لاطول فتره ممكنه.